أثارت حفرة غامضة على جانب بركان قديم على كوكب المريخ إثارة مؤخراً بسبب ما يمكن أن تكشفه تحت سطح الكوكب الأحمر، وإليك ما يعنيه ذلك. أول شيء، أولاً تم تصوير الحفرة التي يبلغ عرضها بضعة أمتار فقط في 15 أغسطس 2022 بواسطة مركبة مارس ريكونيسنس أوربيتر التابعة لناسا، والتي كانت على ارتفاع حوالي 159 ميلاً 256 كيلومتراً فوق سطح المريخ في ذلك الوقت. هذه الحفرة في الأرض ليست وحدها، إنه واحد من العديد من البراكين التي شوهدت على جوانب 3 براكين كبيرة في منطقة ثرسيس في المريخ. تم العثور على هذه الحفرة على تدفق الحمم البركانية في بركان أورسيا مؤنس الخامد، ويبدو أنها عمود عمودي. وهذا يثير سؤالاً، هل هي مجرد حفرة ضيقة أم أنها تؤدي إلى كهف أكبر بكثير؟ أو ربما يكون ذلك أنبوباً عميقاً من الحمم البركانية تشكل تحت الأرض منذ فترة طويلة عندما كان البركان لا يزال نشطاً. هناك عدة أسباب تجعل الحفر والكهوف على سطح المريخ مثيرة للاهتمام. فمن ناحية، يمكنها توفير المأوى لرواد الفضاء في المستقبل، نظراً لأن المريخ يتمتع بغلاف جوي رقيق ويفتقر إلى مجال مغناطيسي عالمي، فإنه لا يستطيع درء الإشعاع من الفضاء بالطريقة التي تفعلها الأرض. ونتيجة لذلك، فإن التعرض للإشعاع على سطح المريخ يتراوح في المتوسط بين 40 إلى 50 مرة أكبر من التعرض للإشعاع على الأرض. الجانب الآخر الجذاب لهذه الحفر هو أنها قد لا توفر المأوى لرواد الفضاء من البشر فحسب. من الممكن أن يكون لديهم اهتمام بعلم الأحياء الفلكي، بمعنى أنه كان من الممكن أن يكونوا مأوى للحياة المريخية في الماضي، وربما حتى اليوم إذا كانت الحياة الميكروبية موجودة بالفعل هناك. إن وجود هذه الثقوب المزعومة على جوانب البراكين يعد دليلاً كبيراً على أنها ربما تكون مرتبطة بالنشاط البركاني على المريخ. يمكن أن تتدفق قنوات الحمم البركانية بعيداً عن البركان الموجود تحت الأرض، عندما ينقرض البركان تفرغ القناة، وهذا يترك وراءه أنبوباً طويلاً تحت الأرض. نرى مثل هذه الأنابيب ليس فقط على المريخ، ولكن أيضاً على القمر وعلى الأرض. في بعض الأحيان، إذا كانت القشرة رقيقة بما فيه الكفاية، ينهار سقف هذه الأنابيب إذا حدث انهيار على طول الأنبوب بالكامل، فإنه يشكل ميزة تسمى ريل، وهو خندق طويل يوجد عادة على القمر وأحياناً في مناطق أخرى من المريخ. ومع ذلك، إذا انهار سقف الأنبوب في مناطق صغيرة، فسنحصل على حفر مثل تلك التي تم تصويرها في أورسيا مؤنس. وقد رأى علماء الكواكب أيضاً سلاسل الحفر على جوانب البراكين المريخية، وهي عبارة عن امتدادات خطية من الحفر المتعددة التي يبدو أنها تتبع طول أنبوب الحمم البركانية. يمكن أيضاً أن تتشكل الحفرة من خلال الضغوط التكتونية التي تؤدي إلى كسر سطح العالم، وقد يكون من غير المرجح أن تؤدي إلى كهف أكبر. وأخيراً، هناك تفسير آخر ربما أقل احتمالاً، وهو أن هذه الحفرة تنفتح على حيث تدفقت الأنهار الجوفية ذات يوم منذ مليارات السنين، ويمكننا أن نرى ظاهرة مماثلة على الأرض على شكل سمة جيولوجية تسمى الكارست، والتي تتشكل عندما يذوب الحجر الجيري ويضعف، مما يؤدي إلى إنشاء الحفر والمجاري التي تنفتح على مناطق المياه الجوفية. إذا كان هذا هو الحال على المريخ، فإذا كان الكوكب الأحمر يحتوي على حياة، فربما كانت تلك الكائنات قد احتمت بالكارستات. وفي الواقع، فإن المياه الجارية أسفل جانب البركان النشط ستكون دافئة،
مما يوفر بيئة محمية مثالية للحياة لتزدهر وتبقى آمنة. ومع ذلك هذه كلها مجرد تكهنات في الوقت الراهن. سيكون لدينا فقط بعض الإجابات الملموسة بعد أن تستكشف البعثات المستقبلية بعضاً من هذه الحفر. على الرغم من أن المركبة الفضائية التي تسير على حافة حفرة لن تكون قادرة على النزول، إلا أن المهمة المحمولة جواً على نفس المنوال مثل مروحية إنجنيوية التابعة ناسا، والتي عملت على المريخ لمدة 3 سنوات قبل أن تتوقف عن الأرض في يناير 2024 بعد إتلاف إحدى شفراتها الدوارة. سيكون لديه القدرة على التحليق والنزول إلى الحفرة لرؤية ما يوجد هناك.